بتلعب العرضيه من الركنيه وسام ابو علي بدماغه خطيره لسه وسام للمره الثانيه تسديده تكتل دفاعي انما اول مره وسام ابو علي طلع وادي برضه لعيبه النادي الاهلي شوط النهارده يعد اللعبه بتاعت وسام ابو علي طالع ومرتقي لفوق وايده كده مع رجله بقرار من مصطفى عثمان هتتعادل المره الثانيه والثالثه معاذ الحناوي طالع ادي الرجل مع الايد ما نتكلم عليها هيرجع هو يبص عليها هيرجع هو يبص عليها مصطفى عثمان اتكلمنا طبعا على ادي اللعبه اللي رجع لها مصطفى عثمان عموما وصلنا للدقيقه 40 1-0 عن طريق اسامه ابو علي في مباراه بيسيطر عليها لعيبه النادي ادى ايه ادى ايه ادى ركله جزاء الشكل كده وصوت الجمهور بيقول ادى ركله جزاء وهيدي انذار لمعاذ الحناوي يبقى ركله جزاء للنادي الاهلي وانذار لمعاذ الحناوي وسام وفي طريقه للتسجيل وسام 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 احلى كلام يا ولد يا لعيب ايه الهدوء ده وايه الجمال ده وراجل عنده ثقه في نفسه قلت في البدايه فرود اللي يتمناه اي حد من المدربين ومن الجماهير كمان وسام بيسجل الهدف الثاني ليه في لقاء النهارده الهدف السابع ليه عشان يعتلي قائمه هداف النادي الاهلي جيله قبل لقاء النهارده ال 48 جون وادي الجون بقى رقم 50 عن طريق برضه لان وسام ابو علي كان ضمن ال 17 اللي سجله قبل كده يجي وراه بيرسي تاو خمس تجوان وكهربا بنفس الرصيد ادي الهدافين حسين الشحات 4 وامام عاشور 4 كل الاسماء اللي انا بقولها ديت اللي موجوده النهارده ثبت كده رمضان مصطفى وحطها بكل هدوء مش عايز عافيه ولا حاجه شغل دماغك وسجل هو ده اللي عمله وسام عشان يسجل الهدف الثاني ثنائيه للنادي الاهلي